بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر موقع فيتو، الموقع الجميل المتميز اللي فعلا الاخبار لحظة بلحظة. في استفتاء افضل لاعب بارالمبي 2021، طبعا كان ليا الشرف ان انا افوز بالاستفتاء ده من خلال الجمهور الحبيب العاشق لتنس الطاولة. ان شاء الله في الايام اللي جاية انا بوعدكم جمهور الحبيب ان انا اكون عند حسن ظنكم في البطولات الدولية والافريقية والمحلية، ونقدر سوا نرفع علم مصر في جميع المحافل الرياضية. دي كانت أفضل جائزة بالنسبة لي إن أختم نهاية 2021 بالانتصار من موقع فيتو باختياري، وده يمكن الحمد لله يمكن ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ثم بحضراتكم. أنا بشكركم، بشكر جمهوري، بشكر الشعب المصري، وبهنيكم ب 2021. شكرا فيتو.